بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. في حلقتنا النهارده في اسرتي ايقونه في الكنيسه بناخد درس روحي للاسره من الوصيه التي تعطيها الكنيسه للعريس في الاكليل المقدس. وهنا العريس بيتسلم عروسه بعدين ينصت الى الكنيسه وهي بتعطيه وصيه مبادئ روحيه يعيش بيها مع زوجته. اولا بنجد انها بتفكره: يجب عليك ايها الابن المبارك المؤيد بنعمة الروح القدس. الزوج الحقيقي المسيحي لازم يكون ليه علاقة بروح الله في حياته الروحية الخاصة. ان تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة. بيتسلم زوجته، بياخد ايد العروس في ايده والأب الكاهن بيباركهم، فيشعر أن هذه العطية عطية من الله. وهذا الإحساس بيعطيه فهم أكبر وعمق أكبر في معنى سر الزيجة في حياته، وبيشعر بقيمة هذه العروسة أنها معطاة لي من الله، معطاة من الله، أحفظها، أحافظ عليها، أحترمها، أحبها، أقدرها، أخدمها، أحميها، أصنع كل ما أستطيع من أجل هذه العطية التي أعطانيها الرب. أن تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة. هنا في شروط بتقولها الكنيسة للعريس وللزوج، كلها بتقع تحت عنوان الحنان والمحبة الطاهرة. تتسلم زوجتك بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم، وتجتهد فيما يعود لصالحها، وتكون حنونا عليها، وتسرى إلى ما يسر قلبها. يمكن الجوهر بتاع العبارات دي كلها أن تكون حنونا عليها. والحنان هنا أحبائي عنصر أساسي جدا في شعور الزوجة من ناحية زوجها، أو شعور الزوج من ناحية زوجته. الزوجة دايما بتنتظر من زوجها الحنان، والزوج مهم انه يشعر ان مهمته انه يخدم لها محبة بحنان. والحنان يشير للمحبة القلبية، يشير ايضا للحنان في التعامل، يشير ايضا للكلمة الطيبة، يشير ايضا للمشاعر الطيبة والطبطبة عليها في وقت الضيق، يشير ايضا الى عدم العنف وعدم القسوة في التعامل، يشير أيضا إلى تقدير مشاعرها وتقدير أفكارها وتقدير احتياجاتها، يشير إلى كل معاني المحبة العميقة التي تحتاجها الزوجة من زوجها وتنتظرها الزوجة من زوجها. العنصر الثاني في هذه الوصية المهمة نجده بعد كده لما يقول: فأنت اليوم المسؤول عنها. شعور بالمسؤولية. يبقى الكنيسة بتوصي الزوج بالحنان، تكون حنون عليها وتكون مسؤول عنها. والمسؤولية هنا الحقيقة مسؤولية شاملة، عاطفيا وجسديا وروحيا أيضا. الزوج هو كاهن الأسرة، فهو مسؤول عن أسرته كلها، ومسؤول أيضا عن زوجته بالدرجة الأولى. وفي المسؤولية بتفكره الكنيسة أنك بتقول له أنت بتكون عندك نية خالص، يعني يضع في قلبه أن يرضي الله في زوجته، ونفس طاهرة بحيث ان مشاعره تكون دايما طاهرة من ناحيتها، وحتى لو في مشاعر ضيق او زعل بسرعة كده يتعامل معها ويعالجها ويتركها ويبتدي يكمل المسؤولية الصالحة بمشاعر وبنفس طاهرة. قلب سليم بمعنى قلب يرضي الله، تسرى الى ما يسر قلبها. وقد تكللت وانت المسؤول عنها من بعد والديها، وقد تكللتما بالاكليل السمائي والزيج الروحانية، وحلت عليكما نعمة الله. وهنا عندما تشعر الزوجة ان زوجها مسؤول عنها، بالتأكيد هتقدم له محبة، وبالتأكيد هتخضع له زي ما هنشوف وصية العروس. وهنا بعد الكنيسة ما قدمت للزوج النصايح بتاعت المسؤولية، بتفكروا ايضا بان بركة ربنا هتحل في بيتك وفي حياتك. فيقول له كده الكاهن: ومتى قبلت ما اصيت به، اخذ الرب بيدك واوسع في رزقك، ويرزقك اولادا مباركين يقر الله بهم عينيك.
بركة ربنا تحل عندما تكون الأسرة متمسكة بوصية ربنا، بركة ربنا تحل عندما يكون الطرفين بيسعوا أنهم يرضوا قلب الله، ويمنحك العمر الطويل والعيش الرغد، ويحسن لك العاقبة في الدنيا والآخرة. زي ما الكنيسة بتفكر الزوج بمسؤولياته، بتفكروا أيضا بنعمة ربنا اللي تسنده وتباركه وتعوضه في حياته. الله يعطينا أننا باستمرار نحفظ هذه الوصايا في قلبنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.